بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد أجمع العرب قديما وحديثا على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أفصح من نطق بالضام، وأنه أوتي جوامع الكلم، وأن كلامه صلى الله عليه وآله وسلم هو أبلغ كلام بعد كلام الله عز وجل، أي بعد القرآن الكريم. كما كانت سنته القولية هي مصدر رئيس من مصادر العربية، وكانت سنته ميزانا دقيقا للفصيح من القول. ونعجب أعزائنا أن يتطرق اللحن والخطأ في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ألسنتنا وأقلامنا، لأنه إذا دخل الخطأ في ضبط الكلمة اختل الميزان وفسد المعنى. فإذا غيرت مثلا حركة الإعراب من الضمة إلى الفتحة غيرت المعنى، وربما إذا غيرت الحركة من الضمة إلى الكسرة أفسدت الكلام وأحلته إلى غير معنى. فالحرص إذن على أداء ألفاظ السنة النبوية على الوجه الصحيح هو الذي ينبغي أن يكون، وهو واجب شرعي وعلمي، ولا يقبل التهاون به بحال للأسباب التي أشرنا إليها. ومن أمثلة ما يلحنون به بعض الناس كتابة ونطقا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام قوله: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. هذا حديث في الحث على إكرام الزوجة وعلى حسن عشرتها، ومعنى لا يفرك مؤمن مؤمنة أي لا يبغض ولا يكره زوج زوجة. ينبغي أن لا يبغض الزوج زوجته، فإن كره منها خلقا وجد عندها في المقابل أخلاقا حسنة كثيرة، وهذا من باب الوصية بالنساء. بعضهم كيف قرأ هذا الحديث؟ قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة، هكذا قرأ هذا الفعل، لا يفرك بضم الراء، وهذا خطأ مفسد للمعنى، لأن يفرك معناه يدلك ويحط. يفرك الرجل ثوبه يعني يدلكه ويحطه بيده، والصواب في ضبطه يفرك بفتح الراء، ومعناه يبغض. إذن أرأيت أخي الكريم أختي الكريمة الفرق ما بين كلمة يفرك ويفرك؟ لذلك لا تقل لا يفرك مؤمن مؤمنة، ولكن قل لا يفرك مؤمن مؤمنة، هكذا هو الحديث. مثال آخر مما يلحن فيه بعض الناس ويخطئون في ضبطه من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. وإذا وصلنا الكلمة الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، كيف قرأ بعض الناس هذا الحديث؟ بعض الناس قرأوا هذا الحديث قالوا الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، هكذا قرأوا الكلمة بالتشديد. الصواب إلا السام بتخفيف الميم. المعنى في تشديد الميم يختلف عن المعنى بتخفيف الميم. بتشديد الميم إلا السام وهو السم، ومراد الحديث مختلف تماما. بتخفيف الميم الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام يعني الموت. وتكملة هذا الحديث قلت: وما السام يا رسول الله؟ قال: الموت. أي أن الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت، ليس له دواء. إذن أيها الأعزاء، هناك فرق في المعنى ما بين السام والسام، لذلك لا تقل الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام بالتشديد خطأ، ولكن قل الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام بتخفيف الميم. أيضا من أمثلة ما يلحن به بعض الناس كتابة ونطقا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام قوله: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث
أنه إذا استعصى على الإنسان أمر من أمور الدنيا فسبيله الصبر والالتجاء إلى الله تعالى بالدعاء، دعاء تذلل به الصعاب وتيسر به المشاء. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وما أكثر ما يخطئ المتكلمون والمتحدثون والكتبة، فيضبطون كلمة الحزن فيقولون الحزن بفتح الزاي، وهذا خطأ. والصواب الحزن، وأنت تجعل الحزن. والحزن يختلف عن الحزن. الحزن هو، وهو مقصود الحديث، ما غلظ من الأرض وخشن وارتفع، ومعناه في الحديث كل أمر شاق وكل أمر متصعب، وهو عكس السهل والهين. أما الحزن بفتح الزاي فهو أتى من كلمة الهم والغم، ومنه قول الله تعالى الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. أرأيت إذن أخي المسلم، أختي المسلمة، الفرق في المعنى ما بين كلمة الحزن والحزن؟ لذلك لا تقل وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بفتح الزاي خطأ، ولكن قل وأنت تجعل الحزن هكذا بالتسكين إذا شئت سهلا. نعم، سكون الزاي هو الصواب وهو الصحيح. إذن ينبغي عليك التدقيق في اللفظ حتى لا تحيل المعنى عن وجهه المراد. أما المثال الثالث والأخير من أمثلة ما يلحن به بعض الناس نطقا من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقوله إن روح القدس، إن روح القدس نفث في روعي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فقد ألقى جبريل عليه السلام في قلب نبينا عليه الصلاة والسلام، وأوحى إليه أن الإنسان لا ينال من رزق الدنيا إلا ما قدره الله تعالى له. إذن توكل أيها الإنسان على الله، وارض بما قسم الله تعالى لك، واطلب الرزق بتعقل واعتدال وبلا إفراط. بعضهم كيف قرأ هذا الحديث؟ إن روح القدس نفث في روعي، هكذا قرأه بفتح الراء، وهذا خطأ مفسد للمعنى. والصواب إن روح القدس نفث في روعي، الكلمة تقرأ بضم الراء. معنى كلمة الروع مختلف تماما عن معنى كلمة الروع. الروع بالفتح هو الفزع والخوف، وهو غير مراد من الحديث. أما كلمة الروع وهي المراد من الحديث، الروع هو القلب والنفس. والمعنى أن جبريل عليه السلام نفث، أي نفخ وحيا وإلهاما في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أرأيت أخي الكريم، أختي الكريمة، الفرق في المعنى ما بين الروع والروع؟ لذلك لا تقل إن روح القدس نفث في روعي بفتح الراء خطأ، بل قل إن روح القدس نفث في روعي، هذا هو الصواب. وحتى لا نتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، المطلوب منك أخي المسلم، أختي المسلمة، الحرص الدائم على أداء ألفاظ السنة النبوية على الوجه الصحيح، وقراءة الأحاديث قراءة سليمة، حتى لا نقع في الخطأ، وحتى لا نقع أيضا في الزلل، وحتى لا يتغير هذا المعنى ولا يختل الميزان، وحتى لا نخرج الحديث عن معناه. وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.